ويلكم تو ذا ايجيبت. النهارده معانا الاستاذ الدكتور يحيى غانم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. دكتور ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا يحيى غانم استاذ الامراض البطنه والسكر كليه الطب جامعه اسكندريه. اهلا بحضرتك دكتور. كنت عايز اعرف من حضرتك ايه رايك في السنه دي في المؤتمر؟ السنه دي المؤتمر بيتميز بحاجات مهمه جدا. نمره واحد الحضور اكتر من اي سنه تانية. الحاجه التانية انه كان في نوع من المشاركه من المجموعه الاوروبيه لدراسه السكر في جلسات المؤتمر معانا، وخصوصا في القواعد الجديده اللي بيحاول يرسيها الاتحاد الاوروبي للسكر والاتحاد الاوروبي للقلب الاثنين سوا. كانت في جلسات مشتركه بيننا وبينهم ودي كانت حقيقه كويسه قوي. الحاجه الثالثه انه بقى في ابحاث كتيره بتتنشر في المؤتمر ده وبتحكم. رابع حاجة انه المواضيع كلها حديثة، لكن مش بس حديثة، لكن كمان طرق تطبيقها بالنسبة للشخص المصري المصاحب للسكر. انا شايف كمان مش بس كده انه الجامعات المصرية كلها ممثلة، وده حاجة جميلة جدا. وحتى النهاردة كمان معانا ناس من كلية الطب العسكرية، وانا يعني شايف ان ده تطور جميل ومحمود، ونتمنى ان المؤتمر يتقدم السنوات الجايه اكتر ان شاء الله. طب دكتور كنت عايز اعرف السيشنز السنه دي بتغطي كل حاجه جديده ولا ال- ال- الجلسات بتغطي الحاجات الجديده والادويه الجديده، لكن بتؤكد على طرق التعليم الطبي او السكري المستمر، المعلومات الثابته اللي هي العلامات الايضاح او جايد لاينز اللي موجوده، في عرض الحالات صعبة، في أبحاث. تقريبا المواضيع اللي في المؤتمر بتغطي معظم المواضيع اللي بتهم الطبيب المصري والمريض المصري. لكن كمان الدور ده في مشاركة من زملائنا التمريض، وفي مشاركة كمان موجودة من معهد السكر والمستشفيات العامة. مرسي جدا يا دكتور يحيى، سعدنا جدا بوجود حضرتك. مرسي.